السلام عليكم بنات. عليكم السلام اختي كوثر. عليكم السلام اختي غوزة. بارطاجيو معنا البنات اللي دخلت بارطاجي. بارطاجيو معنا البنات اللي دخلت تحاول تبارطاجي. يا دخلت البنات تحاول تبارطاجي هاد اللايف. يا دخلت البنات عافاكم تحاول تبارطاجي باش نقدروا نبداو. دخلت البنات تحاول تبارطاجي. عليكم السلام اختي نعيمة. عليكم السلام اختي جميلة. غنبداو البنات نبداو بخوات مارياج. الكونيكسيون ثقيله لي كومونتير ما كيطلعوا ليش باش نقراهم. نبداو البنات بخوات مارياج. نبداو بهذا كان البنات هذا خاتم د المارياج كيحمق والثمن ديالو جد مناسب. عندو الحجره كاري وشكيكل ديالو زوين. بالنسبه لهذا ديال 2100 درهم. 2100 درهم اللي هي 42000 ريال اللي هي 210 الاورو. اللي بغاتو البنات غدير سكرين ودوز عندي واتساب. خاتم كيحمق والثمن جد مناسب. والبنات كي داير 2100 درهم 42000 ريال اللي بغاتو غادي دير سكرين ودوز عندي واتساب. نشوف دابا لي كومونتير ثقيله بزاف اصلا لي كومونتير ما كيطلعوش. كاين البنات هذا كاين هذا ثاني
حتى هو حاتم ديال المارياج كيحمق، وهذا سامبل وكيجي خفيف في اللبسه. بالنسبه للثمن ديالو 1900 درهم، هذا داير 1900 درهم البنات، 1900 درهم اللي هي 38000 ريال. وكيفاش داير حاتم كيحمق وكيجي خفيف في اللبسه، الثمن جد مناسب 38000 ريال. اللي بغاتو غادي دير سكرين ودوز عندي واتساب. 1900 درهم 190 الاورو. كاين هذا 2200 درهم، هذا كيحمق واعر بالحجيره حتى هو كاغي. 2200 درهم 44000 ريال، الشكل ديالو كيحمق وكيجي في اللبسه زوين، الثمن ديالو جد مناسب. 2200 درهم 44000 ريال، 220 ديال الاورو. كي بغاتو البنات غدير سكرين ودوز عندي واتساب. شوفي دابا لي كومونتير فاش غنكون. كاين هذا ب 1800 درهم، هذا البنات 1800 درهم، حاتم كيحمق وكيبقى خفيف في اللبسه، الثمن ديالو 1800 درهم. ألف وتمنمية اللي هي 180 ديال الأورو، اللي هي 36000 ريال. اللي بغاتو غادي دير سكرين ودوز عندي واتساب. 1800 درهم. ابتسام واش فيهم الصغار يدي رقيقة، انت اختي ابتسام ديري سكرين الخاتم اللي بغيتي ونشوف لك على حسب الدورة نتاعك. الكورميطة د العنق، الكورميط د العنق ديال 430 درهم للجرام، وكاينين وحدين بخومو ب 410 دراهم، وكاينين التانيين بخومو ب 400 درهم للجرام. كاين هذا البنات كاين هذا حتى هو كيحمق والشكل ديالو واعر، 2200 درهم، هذا كيجي كيحمق في اللبسه والشكل ديالو واعر، والثمن جد مناسب 2200 درهم اللي هي 44000 ريال اللي هي 220 الاورو. اللي بغاتو غادي دير سكرين ودوز عندي واتساب. هذا البنات خاتم كيحمق وثمن جد مناسب 2200 درهم اللي هي 44000 ريال اللي هي 220 ديال الاورو. بالنسبه لخوات المارياج هادو ماشي برومو، عندنا خوات المارياج برومو ب 420 درهم للجرام. كاينين هادو البنات اللي غنوريكم دابا، هادو كلهم ب 420 درهم للجرام. شنين هادو البنات، هادو راهم برومو ب 420 درهم للجرام، انا رجيني كبار. بالنسبه للولين ندير 2839 درهم، هادو البنات راهم برومو ب 420 درهم للجرام، تصيفطي لي السكرين نعطيك الجرامات ونعطيك الثمن. 2839 درهم. بالنسبه لهذا 2184 درهم، وبالنسبه لهذا 2545 درهم. هادو البنات برومو ب 420 درهم للجرام، اللي عجبها شي واحد غدير له سكرين ودوز عندي واتساب.
420 درهم للغرام. شوفي لي كومونتير كيطلع. الا بغيت نبدل واش ممكن؟ ممكن اختي بتيسه. كاينين هادو تاني البنات، حتى هادو بخومو ب420 درهم للغرام. كاينين ثلاثة بالنسبة لهاد الأولاني، والشكل ديالو كي داير. بالنسبة لهذا داير 2016 درهم، هادو البنات بخومو ب420 درهم للغرام. هذا 2016 درهم، هذا الثاني 2650 درهم. وبالنسبة لهذا، هادو الدوران تاعهم كبيرة، أنا جاييني كبار. بالنسبة لهذا 2486 درهم. تيبانو شحال مزيان. بالنسبة لهذا 2486 درهم. من بنت ليها شي حاجة مزيان غدوز عندي واتساب نرجع نصور ليها. هادو البنات بخومو ب420 درهم. كاين هذا، كاينين هادو بزوج. بالنسبة لهذا داير 2213 درهم، هو الشكل ديالو كي داير، الشكل ديالو كيحمق. 2213 درهم بالنسبة لهاد الأولاني. السم ديال 420 درهم للغرام. وكاين هاد الثاني 2016 درهم. هادو البنات بخومو ب420 درهم للغرام. هاد الثاني 2016 درهم، وهذا 2213 درهم. كاين البنات هادو، كاين ديال البنانا بخومو، ديال البنانا بخومو ب420 درهم للغرام. 2839 درهم هذا البنات ديال البنانا. 2839 درهم. وكاين هذا الثاني 1516 درهم. بالنسبة لهذا 1516 درهم، السم ديال 420 درهم للغرام. وكاين هذا ديال البنانة، هذا البنات 2839 درهم. اللي بغاتو غادي دير سكرين ودوز عندي واتساب. عفا قول مدي قصيرة اللي حداك. كاينين ثلاثة، كاين هذا وهذا وهذا. أديبة، كاينين ثلاثة أختي أديبة. هما هادو هادو كورميطات ديال الحصيرة. بالنسبة لهذا داير 7000 درهم، هذا داير 7000 درهم، 140000 ريال بالغافينيتي. بالنسبة لهذا داير 140000 ريال. بالنسبة لهذا الثاني شوفوا الثمن 3100 درهم. هذا الثاني 3100 درهم، 62000 ريال، 310 الاورو. هذا 3100 درهم، 62000 ريال، 310 الاورو. بالنسبة لهذا الثالث دير 4000 درهم. بالنسبة لهذه دير 4000 درهم، 80000 ريال،
400 الاورو. زين امين اختي زينب. مازالين هادو البنات؟ كاينين هادو البنات حتى هما بخومو ب 420 درهم للغرام، زوج ديال خواتم مارياج. بالنسبة لهاد الأولاني داير 2184 درهم، 2184، معرفتش واش كيبان ليكم مزيان، 2184 درهم. بالنسبة لهاد الثاني داير 2125 درهم. هادو البنات بخومو ب 420 درهم للغرام، الأولاني 2184، الثاني 2125 درهم. اللي بغات البنات شي واحد غدير سكرين ودوز عندي واتساب. مرحبا اختي زينه. ها عندي 1500 درهم، شنو نقدر نشري بيها؟ تقدري تشري بيها بزاف د الحوايج، اما خاتم اولا بوندونتيف. ندوز لكم هاد الخوات موحدات البنات هما الاوليين. كاين هذا هاد البنات خوات موحدات، هادو ماشي بخومو. بالنسبه لهاد الاولاني داير 2450 درهم، 2450 درهم، 49000 ريال، 245 الاورو. الشكل ديالو كيحمق وكيبان في الصباع، كيجي في البيسه واعر. الثمن ديالو 2450 درهم، 49000 ريال، 245 الاورو. اللي بغاتو البنات غدير سكرين ودوز عندي واتساب. كاين هذا البنات حتى هو واعر، الشكل ديالو كيحمق وكيعمر الصباع، هذا كيبان في الصباع. 2050 درهم، 2050 درهم، 41000 ريال، 205 الاورو. اللي بغاتو غادي دير سكرين ودوز عندي واتساب. 2050 درهم، 41000 ريال، خاتم البنات كيحمق والثمن ديالو جد مناسب. كاين هذا البنات حتى هذا خاتم كيبان في الصباع تبارك الله كبير. 2400 درهم، 2400 درهم، 48000 ريال. اللي بغاتو غادي دير سكرين ودوز عندي واتساب. 2400 درهم، 48000 ريال، 240 ديال الاور. كاين هذا البنات حتى هذا الشكل ديالو كيحمق وكيجي في البيسه زوين، الثمن ديالو 1650 درهم، هذا غير 33000 ريال، ثمن جد مناسب. 1650 درهم، 165 الاورو. اللي بغاتو غادي دير سكرين ودوز عندي واتساب. 1650 درهم، اللي بغاتو البنات دير سكرين ودوز عندي واتساب. كاين البنات هذا خاتم سامبل، هذا خاتم سامبل، الثمن ديالو 1500 درهم، 1500 درهم، 30000.